السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم احنا في منطقة كوركوي، احدى محافظات مدينة يلوى التي تبعد عن مركز المدينة 20 دقيقة وايضا عن الساحل دقيقة. عندنا مجمع فلل جميل جدا، عبارة عن 8 فلل على مساحة 2500 متر مربع، لها خدمات جميلة جدا، كل فلة بمسبح وخدمات اخرى. زي ما انتم شايفين عندنا العاب اطفال قريبة من الساحل تقريبا 3 كيلومتر، وايضا قريبة من جامعة يلوى اللي تبعد عن المنطقة هذه فقط تقريبا 5 دقائق، وأيضا قريبين من الترمل اللي هي المياه الكبريتية المعروفة في مدينة يلوى، ما يقارب 15 دقيقة فقط. خلوكم معانا وشوفوا تفاصيل هذا المجمع. برج العقارية، جمال الدار وأمان الاستثمار. وصلنا الآن لإحدى الفلل اللي هي معروضة للبيع، مساحتها 330 متر مربع. احنا الآن في الدور الأول. طبعا زي ما انت شايفين أول ما ندخل عندنا الانترفون، ومن ثم على يدنا اليسار مباشرة عندنا حمام يخدم الدور هذا. الحمام فيه أيضا مروش وتشطيبه جميل زي ما انت شايفين بالرخام. مباشرة على يدنا اليمين عندنا أول غرفة. الغرفة الأولى هذه مساحتها تقريبا 3×4، مساحة كويسة، وزي ما تشايفين تمديدات المكيف موجودة، وأيضا السقف المستعار والديكور موجود. توجه إلى مباشرة عندنا الصالة الأولى. هذه الصالة برضو مساحتها كويسة، وأيضا زي ما تشايفين ديكور السقف موجود ومفتوحة بالكامل، يعني الإنارة طبعا المهندس مسوي بطريقة كويسة بحيث الإنارة تكون موجودة. زي ما شايفين احنا الآن في وقت الظهر وما يحتاج حتى تشغل اللمبات لأنه الشبابيك كثيرة. عندنا البلكونة هنا في الدور الأول زي ما شايفين مساحتها كويسة، متر ونص تقريبا في 3، بتمديدات الغاز الموجودة، ولها إطلالة جميلة على المدينة والطبيعة. نتوجه إلى الغرف الأخرى. تفضل معنا نشوف. إذا جينا للمطبخ، المطبخ مجهز بالدواليب، طبعا في بعض الأمور والتشطيبات الناقصة راح يخلصها المقاول قريبا إن شاء الله. زي ما انتم شايفين دولاب المطبخ راكب بالطريقة هذه، وأيضا ما ننسى إنه اللمبات أو الأزرار المستخدمة ماركة فيكو من أفضل الماركات التركية الموجودة. الآن نتوجه إلى الدور العلوي ونشوف الغرف والتفاصيل الباقية فوق. تفضل معنا. وصلنا الآن للدور الثاني في الفيلا. تفضل معنا نشوف الغرفة الأولى. طبعا الدور الثاني فيها 3 غرف، وكل غرفة لها حمام وبانيو خاص فيها. هذه الغرفة مساحتها 3×4.5 تقريبا، وأيضا زي ما تلاحظوا هنا في الطرف هذا لها حمام وبانيو خاص فيها. شوفوا بالطريقة هذه، يعني تعتبر كويسة جدا. وهنا عندنا المروش. هذه الغرفة الأولى. نتوجه الآن إلى الغرفة الثانية. عندنا الغرفة الثانية أيضا مساحتها ممتازة جدا، تقريبا 4.5×4، مساحة ممتازة، وأيضا زي ما انتم شايفين تمديدات المكيف كلها موجودة، وأيضا السقف المستعار أيضا موجود، لها حمام وبانيو خاص فيها. إذا جينا للغرفة الثالثة، عندنا هنا الغرفة الثالثة مساحتها تقريبا 4×4، وأيضا لها بانيو وحمام خاص فيها. هذا فيما يخص الدور الثاني. طبعا زي ما شفنا الدور الأول فيها غرفة وصالة وحمام ومطبخ، الدور الثاني 3 غرف كل غرفة بمرافقها دورات مياه. الآن نطلع للدور الأعلى. تفضل نشوف التفاصيل. أول ما نطلع لآخر دور عندنا موجود، عندنا غرفة هنا صغيرة ممكن تستخدم كغرفة أو كمستودع أيضا، مع تمديدات المكيف الجاهزة الموجودة، مساحتها 2.5×3.5 تقريبا. عندنا هنا مكان يطلع للتراس الخارجي. تفضل نشوف التراس، إن شاء الله مساحتها كبيرة، وأيضا المكيفات راح تكون
في المنطقة هذه، تصريف المياه موجود، وأيضا لها إطلالة جميلة زي ما انتم شايفين على الطبيعة والبحر. مجمع فلل فيها تقريبا 8 فلل. هذا التراس الموجود نقدر نقول مساحتها 7 × 12 متر تقريبا، ممتازة جدا. ولها أيضا مدخل من الصالة، تعالوا نشوف الصالة الموجودة هنا. عندنا مطبخ مع صالة مساحتها كبيرة تقريبا 6 × 7 زي ما تشايفين هنا. ممكن يكون فيه غرفة استراحة جميلة بحيث أن المطبخ يخدم الدور اللي فوق، ويكون فيه جلسة حلوة هنا، وأيضا تقدروا تطلعوا على التراس الموجود هنا. هذا فيما يخص الغرف والصالة والدور العلوي. الآن ننزل للدور الأسفل اللي فيها المرافق الخاصة لكل فيلا. الآن وصلنا للبدروم الموجود في الفيلا هذه وكل فيلا. تفضل معنا. أول ما نجي عندنا المسبح هذا اللي هو 2.5 متر تقريبا أو 3 أمتار × 5 أمتار، مسبح لكل فيلا موجودة في مجمع الفيلا هذه. وطبعا هنا خزان الماء موجود، مسبح جميل جدا صراحة، عمق كويس تقريبا 1.80 متر تقريبا. عندنا هنا تفضل معايا نشوف الحمام التركي الموجود. كل فيلا لها مسبح، حمام تركي وساونا. طبعا باقي بعض التعديلات وتنتهي ان شاء الله. زي ما انتم شايفين هذا حمام تركي موجود، وايضا عندنا هنا غرفة الساونا راح تكون جاهزة عند تسليم الفيلا. طبعا الدور هذا ايضا لها حمام وبانيو خاص فيها يخدمها. اذا جينا نشوفها في المنطقة هذه عندنا حمام وبانيو، وايضا غرفة صغيرة في الطرف هذا يمكن استغلاله كمستودع او يكون غرفة للخادمة والسائقة، مساحتها كويسة ومناسبة. طبعا عندنا مكان هنا يطلع للتراس الخارجي والحديقة مشتركة مع الجيران. هذه احدى النموذج للفلل الموجوده في هذا المجمع. زي ما قلنا عندنا 8 فلل، المساحات تختلف من 330 متر الى 350 متر لكل فله. كل فله لها خدماتها الخاصه فيها من مسبح، ساونا وحمام تركي. مساحه ممتازه، فلل مرتبه، موقعها ممتاز جدا. هذا فيما يخص مساحات او تفاصيل الفلل هذه. في نهاية هذا الفيديو أحب أشكركم على حسن المشاهدة. لا تنسوا الاشتراك في القناة وضغط زر التنبيهات. الأسعار والتفاصيل دائما تجدونها أسفل فيديوهاتنا في اليوتيوب. كونوا في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.